جميل. هذا رأيه، هو ما بيستمتعش خلاص، طيب احنا بنستمتع. ايه المشكلة؟ اخر شيء اخليك تضحك عليها يا باشمهندس، انا من القرية جنب قرية محلة بشر، تمام. الراجل اللي هو بيشوفه عنده السحر ده اهلاوي، والله اهلاوي. فهو اللي بيعمل لهم ده يعني، اسمه هو بيعمل الشيخ بدر، اسمه ايه؟ الشيخ بدر. ما فيش داعي لذكر اسمه عشان ما نفضحوهوش يعني. ما هو محمود المخبازي المعد، هو من عندكم البحيره، فهو اللي هو اللي فتش السر. هو كلمني في التليفون، هو محمود المخبازي اللي فتش السر. ده اللي بيحصل. الراجل بس ده تبع شبر على... خيط، بيقول لك كله اتبرأ منه دلوقتي. ماشي يا باشمهندس، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا، وانا سعيد ان انا سمعت صوتكم. شكرا يا استاذ شكري. كنا بنقول مين؟ وليد من كفر الشيخ.